أهلا وسهلا بكم. اليوم سأعرض عليكم ألغازا صعبة جدا، فهل أنتم مستعدون يا شباب؟ اللغز الأول. في يوم من الأيام اقتحم سارق منزل رانا، وعندما دخل وجد رانا وأطفالها. وبعدها قام أحد بالاتصال على هاتف رانا وطلب منها السارق أن ترد بدون أن تقول أنه موجود. فردت على الهاتف وقالت: من فضلك لا تتصل ثانية، فأنا الآن بالمنزل لأنه يوجد أمر هام. وبعدها جاءت الشرطة وقبضت على السارق، فكيف عرفت الشرطة أنه يوجد سارق في منزلها؟ الإجابة هي: عندما ردت على الهاتف غيرت في نغمة صوتها قليلا، حيث لا يسمع غير من فضلك أنا الآن في المنزل للضرورة. اللغز الثاني. في يوم ما ضاع طفل صغير وحمله شخص إلى مكتب الشرطة، ويوجد ثلاثة رجال قالوا إن هذا الطفل ابنهم. وقامت الشرطة بترك كل رجل منهم دقيقتين مع الطفل في غرفة، وقفوا يشاهدون ماذا سيحدث من وراء الكاميرات. الرجل الأول قام بإعطاء الطفل طعاماً وشراباً، الثاني قام بالغضب وتوجيه الكلام للطفل لماذا تركه، الثالث قام بجلب لعبة للطفل وقال إنها لعبته المفضلة. فمن هو الأب الحقيقي للطفل؟ الإجابة هو الرجل الثاني، لأن أسلوب إعطاء هدية أو طعام للطفل هذا أسلوب يتبعه الخاطفون للأطفال حتى يأخذوا الطفل معهم. اللغز الثالث. في أحد المتاجر يحدث سرقة كثيرا، والفاعل لم يتم القبض عليه حتى الآن. وفي هذا المتجر لا يوجد هناك كاميرات مراقبة لمراقبة ماذا يحدث في هذا المتجر. وقام رجل الأمن بتسجيل تصرفات الزبائن لكي يقوم بالقبض على الفاعل، ولكن قبل وقوع السرقة تم فصل التسجيل. فمن السارق من هؤلاء؟ الإجابة هذا هو السارق يا شباب. حاولوا أن تنتبهوا في السارقين الذين يتم القبض عليهم في المتاجر، ستجدون الشخص الذي يكون صفته مثل هذا هو السارق. اللغز الرابع. قام أحد الملوك بالقبض على ثلاثة أشخاص أشرار وأراد قتلهم، ولكنه أراد أن يقوم بعمل تجربة عليهم، فقال لهم سيختار طعاما واحدا من ثلاثة أطعمة، ولا يجوز لهم أن يختاروا غيره أو يغيروه، والذي سيبقى حيا لمدة أطول سيتم فك سراحه. وهذه الأطعمة هي قهوة وشاي وشوكولاتة، فأيهما تختارون؟ لديكم 10 ثواني للإجابة. الإجابة هي وفقاً للأبحاث فإن الذي يأكل الشوكولاتة دائماً يعيش لمدة 8 أشهر فقط، والذي يتغذى على حبوب القهوة يعيش لمدة 2 عامين، أما الشاي يستطيع أن يصمد لمدة 3 أعوام. إذن الإجابة هي الشاي. اللغز الخامس. في أحد الرحلات قام زوجان بالصعود أعلى برج في المنطقة، وقررا أن يقفزوا من فوقه ما بعد العد 3 لكي يموتوا سوياً. وبعد العد 3 قام الرجل بالقفز ولكن زوجته لم تفعل، وبعدها بقليل قام الزوج بفتح المظلة الخاصة به لينجو. فمن منهم كان مخادعا أكثر؟ الإجابة الزوج هو المخادع يا شباب، فهو يريد أن يتخلص من زوجته
ولكن زوجته كانت تحبه. اللغز السادس: في يوم ممطر بالثلوج وجد شخص مقتولا في منزله، وعندما جاءت الشرطة قالت إن القاتل من هذا المنزل، وبدأوا بالاستماع إلى الأشخاص الموجودين. فقالت أخته أنها كانت تجلس تشرب شايا دافئا، وقالت المساعدة كنت أنظف دورة المياه، وقالت زوجته أثناء الحادثة كنت أسقي الزرع بالخارج، وقال السائق عندما سقطت الأمطار كنت أدخل سيارته إلى الكراج. وبعد سماع ذلك عرف الشرطي من القاتل، فمن هو يا ترى؟ الإجابة هي زوجته، لأنها لا يمكنها أن تسقي الزرع والمطر يسقط. اللغز السابع: من سيموت أولاً إذا كان الوضع هكذا؟ مع العلم أن كل شخص يمكنه التحرك خطوة واحدة. ركزوا في تفاصيل الصورة جيداً قبل الإجابة. حسناً يا شباب، أنتظر إجابتكم في التعليقات. هذه كانت بعض الألغاز الصعبة والتي لا يستطيع الكثير أن يجيب عليها. كم لغزاً استطعت حله؟ أخبرنا بالتعليقات، ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد.